ونبدأ معاكم مشاهدينا ثالث حواراتنا عن جهاز حماية المستهلك بيحيل 15 قناة فضائية للنيابة بسبب الإعلانات المضللة. معنا في هذا الحوار دكتورة غادة سيف، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا ورئيس مرصد الإعلانات بجمعية حماية المستهلك. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. قبل ما نتكلم عن موضوع القنوات المضللة، عايز أعرف بس دور جمعية حماية المشاهدين وإزاي أنتوا فعلا بتحاولوا أن أنتوا يعني تحققوا أهداف الجمعية علشان نقدر فعلا نغربل شوية الحاجات الإعلامية الغير لائقة بالشعب المصري. في البداية أحب أشكر حضراتكم على الاستضافة يعني أعلن عن سعادتي بوجودي مع حضراتكم. أهلا بك. وأهني الشعب المصري طبعا بأعياد الإخوة المسيحيين، وأتمنى يوم سعيد لجميع المشاهدين في بدايته كده. الجمعية بتاعتنا بالأساس هي جمعية أهلية طبعا غير هادفة للربح، لا تهدف إلى غلق وسائل الإعلام ولا تقف ضد حرية التعبير، ولكن الأهم واللي احنا بندور عليه هل بيتم مراعاة العادات والتقاليد، هل بيتم مراعاة التشريعات الموجودة في مصر أو التشريعات المفروض إنها تكون موجودة. ده اللي احنا بنشتغل عليه. الجمعية مش متخصصة بس في رصد الإعلانات، لكنها كمان بتعمل رصد للبرامج، رصد للدراما، أكتر من مضمون إعلامي أو المضامين الإعلامية اللي موجودة في القنوات الحكومية والقنوات الفضائية. بنقدم أو بنعمل لها رصد ونعمل عليها تقارير بشكل مستمر. تتلقى كمان الجمعية الشكاوى من المواطنين حول أي اختراقات أو انتهاكات للأخلاقيات بتشوفها في وسائل الإعلام. طيب بالنسبة لل 15 قناة فضائية اللي تم إحالتهم للنيابة بسبب الإعلانات المضللة، حضرتك دينا فكرة عن هذا الموضوع. ال 15 قناة اللي تم إحالتهم من جهاز حماية المستهلك بسبب انهم تم اختراق لإحدى المواد او اكتر حاجة تم اختراقها في هذه القنوات، المادة 6 من قانون حماية المستهلك اللي هو بيتكلم عن المصداقية في خصائص المنتجات بصفة عامة، وبيتكلم عن عدم طرح معلومات غير سليمة للمستهلكين، وده اللي اوقع هذه القنوات تحت طائلة القانون انها ما قدمتش، بعض هذه القنوات قدمت معلومات غير حقيقيه عن المنتجات وخصائصها. يعني هم معظم القنوات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بتقدم اعلانات عن الادويه. هل بعض هذه القنوات كانت قدمت اعلانات عن الادويه واعلانات عن منتجات لمستحضرات تجميل، ويعني بيطرح في الاعلان انها علاجيه وهي غير علاجيه او غير مسجله بوزاره بوزاره الصحه اصلا، ودي كارثه الحقيقه، لان إن ممكن ما يكونش فيها الماده الفعاله، ممكن تكون بتضر صحه المواطن لدرجه الموت او الاصابه بامراض خطيره، او هي غير صادقه طبعا، وبتقدم مواد غير حقيقيه. ومش بس الاعلانات الادويه او مستحضرات التجميل، يعني لو قلت لحضرتك على التقارير اللي احنا بنعملها على الاعلانات من 3 سنين باستمرار، يعني احنا بنتابع الاعلانات سنويا، يعني كل شهر بنعمل تقارير وبنعمل في الاخر تقرير مجمع قد ايه، بنشوف انتهاكات، يعني ممكن ادي لحضراتكم امثله عليها خلال حوارنا ان شاء الله. اتفضل. عندنا من ابرز الامثله او اللي بيظهر عندنا الفئات الاساسيه اللي بتظهر في التحليل، ترسيخ انماط حياتيه غير سويه. بمعنى مثلا بيبرز نمط حياه للشباب غير ملائم لأعراف والتقاليد المصرية، في بيظهر وجود الشباب في أماكن للفسح والتسلية في أوقات غير ملائمة، وبيظهر أنماط علاقات فيما بينهم غير ملائمة، وأنماط كمان في طريقة اللبس وطريقة الحوار. كمان عندنا مصطلحات خديشة للحياء طبعا بتظهر في الإعلانات كتيرة جدا. والمادة 2 في قانون حماية المستهلك بتتكلم عن النقطة دي، أو يعني ضمنيا بتشمل حماية العادات والتقاليد والأعراف وكمان القيم الدينية، يعني في حاجات برضو فيها انتهاكات لده. وبعض الإعلانات يعني بيتم تصويرها بشكل خادش للحياء، خاصة الإعلانات اللي بيتم الحديث فيها عن بعض الأدوية.
طبعا عن بعض الادويه ومستحضرات التجميل كمان، وفي منتجات ما لهاش علاقه باظهار اي شيء مثلا كاستخدام المراه في الاعلانات او تسليع جسد المراه في الاعلانات، بتلاقي استخدام غير ملائم للمراه، في اساءه لاستخدام الطفل، وفي بعض القيم السلبيه بتظهر في الاعلانات او ترسيخ لقيم سلبيه، زي مثلا بعض المنتجات اللي بتتقدم للاطفال، اغذيه للاطفال دون ذكر اسماء طبعا، بتاكد على عدم الثقه في الاخر، بتاكد على السخريه من الاخر، او بتدي مثل للطفل انه يسخر من الاخر، او عدم الاهتمام بمشكله يقع فيها الموجود امامه. يعني حضراتكم اكيد لاحظتوا طيب حاجات من دي. دكتوره غداء، بالطبع اي اعلان لازم يكون ليه نوع من الضوابط، ايه هي الضوابط اللازمه لتحرير الاعلانات التجاريه في القنوات الفضائيه؟ الضوابط اللازمه كان منها الحاجات اللي قلناها، اللي هي مراعاه العادات والتقاليد والقيم الدينيه بشكل اساسي، عدم استخدام الفاظ خادشه للحياء، تقديم معلومات حقيقيه، يعني غير الصياغه انها تكون ملائمه من الناحيه الاخلاقيه، وكمان من المصطلحات تكون مستخدمه مفهومه للجمهور، وتكون مراعي اللغه العربيه شويه برضو، احنا يعني عرب يعني مراعي شويه اللغه العربيه، وعدم تشويه اللغه العربيه حتى لو تم استخدام مصطلحات غير عربيه، لكن ما تكونش اصبحت اللغه السوقيه هي المستخدمه، مش عايزه يعني لكن حضراتكم بتشوفوا ده، والمشاهدين برضو بيشوفوا يعني في حاجات كتيره مش قادرين يعبروا عنها، يمكن ده اللي احنا بنحاول نطرح وجهه نظر. هو الحقيقه ان يعني الخبر ده اللي هو تقديم بلاغ في 15 قناه فضائيه من جانب جهاز حمايه المستهلك، ده المفروض ان هو يثير المشاهدين ان هم يدخلوا على الانترنت ويعرفوا اسماء هذه القنوات طبعا، علشان يدلتوها من عندهم او يتلافوا ان هم يتابعوها، لان هذه القنوات الحقيقه بتعمل كارثه اخلاقيه وصحيه ومجتمعيه جامده جدا، خصوصا ان جهاز حمايه المستهلك ما قدمش هذه البلاغات غير بعد ما رجع لوزاره الصحه وتأكد منها ان هذه السلع المعلن عنها في هذه القنوات غير مسجلة على الإطلاق، ودي بتمثل دمار على المجتمع، وبتصرف المشاهدين كمان عن شراء الدواء الحقيقي الفعال من الصيدليات، وبتستغلهم في ان هم يشتروا هذه الادويه المغشوشه او المهربه الله اعلم فيها ايه. كمان الكارثه كمان ان في قنوات اطفال متخصصه في الاطفال بتعرض بين البرامج او افلام الكرتون اعلانات، وللاسف يا ريتها حتى مخصصه للاطفال، دي اعلانات عن منشطات، اعلانات يعني بتناسب فئة تانية تماما غير السن اللي فده طبعا كارثة، دي كارثة ايضا تانية، يعني انك تسيبي طفلك يتفرج على كرتون وفي وسط الفيلم الكرتون يطلع الاعلان بهذا الشكل، فده طبعا برضو محتاج لضوابط. وانا عايز اقول لحضرتك كمان جزئية مهمة اللي تعلقت بها القنوات او حالة القنوات للتحقيق، يعني اللي هي خداع المستهلكين، والقانون كمان اتكلم على ده وقال انه لازم يقدم معلومات حقيقيه حتى في شكل العبوه. انا كنت لسه هسال حضرتك على ده وهدي لحضرتك مثال، بس بعد حضرتك ما تخلصي الكلام. شكل العبوه يعني زي الخطوط الرئيسيه للمنتج والالوان المستخدمه حقيقية، وده طبعا بنشوف أمثلة أو رصدنا حاجات غير كده، يعني الأفضل والأفضل والأحسن والأقوى والحاجات كلها اللي مش بتبقى مش والمادة اللي مش عارف الفعالة اللي بتعمل مش في الهضم إيه، والمادة الفعالة بتعمل في الجلد إيه، والحاجات اللي هي أغلبها بتكون مش حقيقية أو ثبت بالفعل إنها مش حقيقية. كمان إعلانات اللي دون ذكر اسماء، يعني في طرق غير ملائمه او صور غير ملائمه بتظهر، في كمان بعض المعلومات غير حقيقيه، ممكن يظهر ماكيت على انه مكان حقيقي، او الجمهور احيانا بيكون ما عندوش الوعي انه يفرق من بسبب التكنولوجيا طبعا المبهره في التلفزيون، وبسبب انه بيعجبه قوي الشكل ونمط الحياه المعروض في الاعلان، ما بيقدرش يفرق يعني ده حقيقي ولا دي الصوره ولا ده فعلا تم هيتم البناء بهذا الشكل، ولا المباني بتطلع بشكل تاني والمكان بيكون شكل تاني والمعلومات. لا طيب. في كمان نقطة يا أحمد، الإعلان عن التليفونات المحمولة، يعني ماركات بدون ذكر اسمها بتبقى أحدث إصدارات لهذه الشركات، للشركات المحمول، وبيتباع في السوق ب 3000 و 4000 و 5000، وفي التلفزيون بيتباع ب 350 جنيه وب 450 جنيه. أيوه. يعني أنا نفسي بس أعرف ايه التليفون ده، يعني هل ده تليفون مستعمل ومجددينه، ولا
ايه بالظبط يعني؟ هو حاجات كلها لخداع المستهلكين، كل اللي بيحصل ده لخداع المستهلكين، وعندنا قانون حمايه المنافسه، وعندنا قانون التسعير، والقوانين دي بتاكد على اسعار تكون ملائمه للمنتجات، وتكون في يعني نطاق بيبقى محدد ومعروف في في في, في اطار هذه يعني انواع هذه المنتجات بالنسبه للمتخصصين يعني. فده برضو اللي حضرتك بتقولي عليه المفروض يحكم عمل الاعلانات عندنا، احنا ما عندناش في مصر تشريعات تحكم عمل الاعلانات خاصه بالاعلانات نفسها، فاحنا محتاجين لقوانين تحكم الممارسة الإعلانية في مصر بالتحديد وفقا لظروفنا احنا الاقتصادية، ظروفنا الاجتماعية، ظروف المجتمع دلوقتي يعني مختلف عن شايفة ان التشريعات والقوانين في مصر غير كافية؟ يعني احنا شايفين الحقيقة في فوضى إعلامية رهيبة، يعني كمية قنوات فضائية جديدة بتطلع كل يوم بالزبط. اصبحت هذه القنوات إعلانات وبينها برامج مش العكس بالظبط. يعني الإعلان بيقعد ساعة الا ربع مثلا، رصدنا بعض الإعلانات تستمر نص ساعة او ساعة الا ربع، واعلانات طبعا بتكون غير صادقه واغلبها بيكون على الاقل. طب هل تخمه الاعلانات دي يا دكتوره بتسبب نفور عند المشاهدين؟ في فئه من المشاهدين بيتابعوا الاعلانات وبيصدقوها، دي بتزهق يعني. احنا لازم بسألها يعني لازم يكون عملنا دراسه طبعا علميه عشان نقول الناس بتشوف ولا لا، بس يعني في فعلا تشبع اعلاني بيحصل للجمهور لما يكون في كمية إعلانات كتيرة وكمية إعلانات متشابهة كمان، يعني في قنوات كتيرة متشابهة في الإعلانات حتى لو مش متشابهة في المضمون. وطبعا أكيد في ناس بتشوفها يعني عشان كده هي مستمرة وشغالة. في قنوات بتعرض مسلسلات، المسلسل بيقعد مدته حوالي 3 ساعات ونص، يعني أكتر من فيلم بالظبط. بالظبط بيتم إذاعة، أنا جربتها مرة، بيتم إذاعة حوالي 12 دقيقة من المسلسل، من يعني 9 دقائق أو 10 دقائق من المسلسل وساعة من الإعلانات و10 دقائق إعلانات. أهو ده اللي حضرتك بتقولي عليه. حضرتك بتنسي أنت كنت واقفة فين؟ بالظبط. يعني انت بتنسي كنت بتتفرجي على ايه؟ بتقولي هي دي القناه ولا قناه ثانيه؟ لو مثلا قلبت القناه، نظرا طبعا لتشابه القنوات الفضائيه حاليا زي ما استاذ احمد بيقول، اللي حضرتك بتقولي عليه في دول محدده في فترات الاعلانيه، فاحنا في مصر برضو من الاجزاء اللي احنا المفروض نتكلم عنها بعد دراسات معينه حسب ظروف السوق بتاعنا والاقتصاد في مصر عامل ازاي، اننا نقدر نحدد ده. كتير نقط كتيره جدا المفروض اننا نتكلم عنها او نحاول نعمل تشريعات متخصصة للإعلانات في مصر، لكن كل القوانين الموجودة بتتكلم فعلا على المنتجات وعلى خصائص المنتجات وعلى شروط الاستيراد والمنافسة والأسعار وكل الحاجات دي، لكن الإعلانات نفسها اعتقد انها بانها قوه اقتصاديه حاليا كبيره جدا، وفي ظل ما حضرتك بتقولي والاستاذ احمد بيقول انه قنوات متعدده وحضرتك بتقولي فترات طويله ومنتجات، وشفتوا حضراتكم انه في الاجهزه بدات تهتم، الاجهزه الحكوميه يمكن ما كانش ده بس متاخره الحقيقه، لان يعني احنا عانينا يعني من احنا مدينا جهاز حمايه المستهلك يعني بتقارير عديده قبل ما يكون انشاوا مرصد للاعلان. احنا يعني لما بدا عندنا مرصد الاعلان في الجمعيه كان لسه جهاز حماية المستهلك ما عندهمش مرصد للإعلان، فكان الحمد لله بيتعاون معانا وبيتبنى التقارير اللي احنا بنعملها، وفعلا كان بيعاقب بعض القنوات ووسائل الإعلام على احنا ليه وقفل بعض القنوات بسبب طيب. دون ذكر أسماء يعني بسبب بعض التقارير اللي طيب. دكتورة غادة، هل أنا لما أعاقب القناة اللي بتذيع هذا الإعلان ولا الشركة نفسها اللي بتضلل وبتعمل إعلان؟ أنا كقناة حضرتك جايه بتقولي لي عايزه اعلن عندك، قلت لك شروطي كذا وانت قلتي لي وادي اعلاني اهو، وادي اعلاني وادي فلوسي، وادي فلوسي، هل انا مفروض اروح اتحرى عن الاعلان ولا حضرتك بتقفلي القناه ولا بتقاضي المصدر بتاع الاعلان نفسه؟ هو طبعا المقصود من مقاضاه القنوات او في تصوري يعني من وجهه نظري يعني المحدوده ان المقصود يمكن من مقاضاه هذه القنوات اللي حضرتك بتقوليه ان يكون في وعي عند القائمين على العمل في هذه القنوات انه يتم فحص صحه المعلومات عن هذا المنتج، يعني اكثر من معاقبه الشركه نفسها، يعني يمكن ده مش مجالنا ان انا اقدر اقول لحضرتك بيحصل فيه ايه، لكن مجالنا اللي هو فعلا القنوات هو ده المقصود ان احنا بنقوله. يعني لسه بقول لحضرتك في البدايه انه باكد ان انا مش ضد حريه الاعلام ولا انه مطلوب اننا نقفل القنوات ولا نوقف ده، احنا يعني وبعدين عندنا في الجمعيه كم من الاكاديميين او الاساتذه المتخصصين اللي لكن يكون في لدورنا بنقول للطلبه حريه الاعلام وحريه الاعلام وحريه لكن في لابد ان يكون في رقابه على وكالات الاعلان اللي بتقوم طبعا بس فين التشريعات يعني نرجع لنفس النقطه، فين القوانين المتخصصه نعم. اللي تحكم ده؟ يعني احنا كل عندنا مواثيق شرف للإعلانات، مواثيق شرف، مواثيق الشرف غير ملزمة قانونيا، يعني
لكن لما حد بيتقدم بدعوى قضائية أو بيرفع دعوى قضائية ضد قناة أو ضد إعلان أو يمكن في ناس بتتقدم ضد شركات بس معرفش مجال ده إيه، لكن أنا عايز أقول لحضرتك طول ما في مقابل مادي برضه هيبقى صعب قوي نحكم في قنوات خاصة هدفها الربح. طيب أنت دلوقتي بتتكلمي عن القنوات الخاصة، المضمون الإعلاني كمان في القنوات بصفة عامة، يعني القنوات الحكومية الرسمية والقنوات الخاصة، هل شايفة المقارنة بينهم عاملة إزاي في شكل ومضمون الإعلان؟ هو في تشابه كبير طبعا، في طبعا نفس المنتجات بتكون موجودة، وفي بعض طبعا المشكلات اللي احنا رصدناها أو الانتهاكات اللي رصدناها موجودة في القنوات الحكومية والقنوات الخاصة، لكن اللي لاحظناه إن القنوات الحكومية أكثر التزاما فعلا، أو ما بتعرضش الإعلانات اللي فيها خداع فج للجمهور، ما فيش الانتهاكات الفجة للألفاظ المستخدمة أو خدش الحياء برضو، لأن طبعا التلفزيون الحكومي طبعا هو معبر عن المجتمع، هو دوره الأساسي أنه هو تلفزيون معبر عن الدولة وعن المجتمع وعن العادات والتقاليد الأساسية بتاعتنا بيرعيها، فبيكون الوضع أفضل، لكن برضو في بعض الإعلانات بتكون فيها الانتهاكات اللي احنا بنتكلم عليها، بس مش بالشكل الصارخ اللي هو موجود في القنوات الخاصة، المدد الطويلة والمعلومات الخادعة أو المضللة طبعا. طيب الإعلانات اللي على الإنترنت بقى أيضا، يعني دي برضو موجودة بكثرة، هل برضو في رقابة عليها؟ وإيه نوعية الإعلانات اللي تبقى موجودة على الإنترنت؟ هل بتختلف برضو عن القنوات الفضائية في نسبة التضليل للمشاهدين ليها ولا؟ هي مش بتختلف في نسبة التضليل، بس أحيانا بتختلف في المضمون، واحيانا بتبقى نفس المضمون اللي بتشوفه على التلفزيون هو اللي موجود على الانترنت، لكن الانترنت نفسها بصفه عامه ما فيش تشريعات للانترنت في مصر. دي كمان بتتبع ان ما فيش تشريعات للاعلان، فعندنا جزئين، يمكن عندنا تشريعات تحكم عمل الاذاعه والتلفزيون والصحف، لكن وسيله الانترنت كوسيله اتصال حديثه ما عندناش تشريعات واضحه خاصه بالانترنت كوسيله اتصال، هي بتتعامل كوسيله اتصالات. بس الحقيقه بقت الاعلانات على الانترنت يعني بقت بكثره لدرجه انك في وسط مقطع مثلا على اليوتيوب ممكن تلاقي اعلانات موجوده جوه المقطع، يعني فده اي حد ممكن ينزلها بسهوله. طبعا طبعا طبعا، فده برضو يتبع التشريعات الاعلانيه، وده هيشمل برضو تشريعات الانترنت على انها وسيله اتصال وليس وسيله اتصالات تبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبعا في قوانين بتحكمها تبع الجهاز يعني. بنشكرك الدكتوره غاده سيف، مدرسه الاعلام بكليه اداب جامعه المنيا ورئيس مرصد الاعلان بجمعيه حمايه المشاهدين، ونتمنى ان دوركم يستمر علشان فعلا المشاهدين محتاجين فعلا الحمايه في ظل هذه الفوضى الاعلاميه والاعلانيه ايضا. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، شرفتينا في قناة النيل الأخضر. شكرا. مشاهدينا، دي كانت آخر حاجة النهاردة في برنامجنا هذا الصباح، غدا إن شاء الله فريق عمل جديد. إلى اللقاء.